بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to present my lectures about the biological considerations of dentine. In this lectures, we will clarify and talking about the clinical significance of the dentine. حيكون تركيزنا في هذه المحاضرة على الجوانب اللي تفيدنا واللي تهمنا بما يخص موضوع عملنا during the tooth preparation. فمثل ما نعرف histologically dentine هو يعتبر mineralized tissue. هذا mineralized tissue يكون عادة موجود covering to the pulp tissue, يعني يسوي لنا في the vital cap for innermost pulp tissue. And covered by the enamel and the crown, and covered by the cementum and the root. So التركيبة الأساسية للديتين هي الكالسيوم هيدروكسيد أبيتايت كريستالز مثل ما موجود بالإنامول, ولكن هنا راح تكون النسب مختلفة. بمعنى أنه الدينتين يتركب من 45-50% من الأورغانيك ماتيريالز اللي هي الكالسيوم هيدروكسيد أبيتايت كريستالز, و 30% من الإنورغانيك ماتيريالز من الأورغانيك ماتيريالز عفوا, و 25% ووتر. لذلك الكالسيوم هيدروكسيد كريستالز الموجودة هي نفسها الموجودة بالإنامول, هي نفسها الموجودة بالسمنتام, ونفسها الموجودة بالأليفولار بون بروسس, ولكن النسب هنا تكون مختلفة. أي نسبة الكالسيوم هيدروكسيد بتاعت كريستالز الموجودة بالدينتين حتكون أقل مما موجودة بالإنامول, ولكن أكثر نسبة مما موجودة بكل من السمنتام والأليفولار بروسس. طبعا بالنسبه للانورجانيك ماتيريالز هنالك مركبات اخرى مثل الكربونات والفلورايد موجوده ايضا بالاضافه الى الكالسيوم هيدروكسيد ابيتايت كريستالز اللي هي تتمثل التركيبه الجزيئيه والاساسيه بالدينتين. الان ننتقل الى موضوع الفانكشن functions of the dentine. مثل ما نعرف انه الدنتين يمثل الاسينشال ستراكشر كومبوننتس اوف ذا توث, لذلك هو راح يمثل لي ذا بالك اوف ذا توث ستراكشرز انكلودينج ذا كراون اند روت. رقم 1. رقم 2 provide tooth strength and rigidity. مثل ما نعرف انه خلال الدراسات وايضا clinical trials اثبتت انه الدنتين انه كل ما يزداد depth of the preparations during the preparations or cavitations due to the caries or another causes, انه كل ما يزداد عمق الكافيتي بمعنى انه الدينتين راح يكون بنسبه اقل, اللي طبعا الدينتين اللي هو فور سبورت للانامول. فاذا التوث بهيك حاله لما يكون عندنا في الدبث during the preparations راح يكون هذا التوث عرضه الى الفراكتشرز, لانه الدينتين يهيئ لك تقريبا القاعده الاساسيه للتوث انه حتى يزود عدد الريزيستانس تو فراكتشرز during the mastication. بالاضافه الى انه الدينتين provide the color of the overlying enamels. مثل ما نعرف انه الانامول هو translucent tissue, وهذا هو بمعنى نسيج شفاف ياخذ الكلر مالته من الدينتين اللي ينطي الوايت كلرز بالاضافه الى اليلو بيس. فاذا صار عندنا مثلا فد انفلاميشن بسيط بالبالب راح يصير عندنا بالب انفلاميشنز وبالتالي نكروسز, وهذا ياثر على الكلرز اوف ذا دينتين, راح يكون الدينتين مور داركر, وبالتالي راح ياثر على الكلرز الاساسي بالنسبه للتوث. بالاضافه الى انه الدينتين بروفايد الاستيك بيس فور بريتل انامول. عرفنا انه الانامولز هو صح هارد ماتيريالز ولكنه فيري فيري بريتل, فان اذا يحتاج الى فد ريزيستانس اور يحتاج الى فد الاستيك بيس حتى يقاوم هذا الماستيكيشن فورس وذاوت فراكتشر. بالاضافه الى انه الدينتين ايضا بروفايد بروتكتيف انكيسمنتس فور ذا بالب تيشو. On how we can distinguish or differentiate between the enamel and dentine during preparation. يعني clinically واحنا يعني بالعيادة نسوي preparation of the tooth. شنو الأشياء اللي نقدر نميز ما بين dentine والenamel
عندنا أربع أشياء نقدر من خلالها our four parameters نقدر من خلالها نميز أنه بدينتين أو بالإنامول. طبعا هذا موضوع جدا مهم خصوصا أثناء عملكم بالعيادات. يعني بصراحة مدى شبكة تمييز لهذا الموضوع أنه أنه الطالب يدخل ديب during the preparations عبال أنه بعد ضمن طبقة الإنامول، وإذا هو كلش قريب على البالب مسوي الإكسبوجر. فلازم نركز على هالأربع نقاط، قلنا احنا هاي المحاضرات نركز عليها كلينيكالي ونستفاد من عندها لانه تفيدنا اثناء العمل. طبعا اول باراميترز هو الكلر. احنا نعرف انه الدينتين از اتيشو هو مور الكلر مالته يولو وايتس اور داركر ذان ذا انامول، يعني اللون مالته مائل على الى اصفرار اكثر عتمه من الانامول باعتبار الانامول هو ترانسلوسنت تيشو. ومع ملاحظة أنه with the age أنه هذا الدينتين راح يكون more darker، color مالته راح يكون أكثر عتمة. أيضا with the age إذا عندي حالة slowly adhesive or invasive caries راح يكون the colors of the dentine راح يكون more pronounced, more darker and more yellowish than the enamel. بالنسبه للباراميتر الثاني اللي هو الريفلكتانس. ريفلكتانس الدينتين از ا سيرفيس هو قلنا عليه مور اوباك انه مور دول، لذلك راح يكون ليس ريفلكتانس تو لايت ذان ذا انامول، راح يكون اقل باعتبار انه الانامول هو قلنا النسيج هو شفاف، راح يكون درجه الشفافيه مالته اعلى من الدينتين. اما بالنسبه للباراميتر الثالث الهاردنس، نعرف انه الدنتين هو كاز تيشو هو سوفتر ذان ذا انامول، وبالتالي نقدر كلينيكالي نتاكد من هذا الموضوع انه اذا مررنا يعني شارب بروب تيب، اذا مررناه على توث ستراكشرز، اذا صار عندنا كاتش، اذا صار عندنا هولدن، هذا يعني انه التشو هذا هو دينتين لانه التشو اصلا سوفت سوفتر ذان ذا انامول. بالنسبه للبارامتر الرابع اللي هو ساوند، ساوند وين يو موفينج ذا تيب اوف ذا شارب بروب اون ذا توث ستراكشرز، الانامول عاده راح يعطيك فد شارب اور هاير بيتش ساوند اكثر من الدينتين، يعني صوت شلون تمرر البروب على سطح مسقول على سطح زجاجي حيعطيك صوت يعني واضح جدا وعالي جدا ايضا على التردد مقارنه بالدينتين اللي هو سوفتر ذان ذا انامول. هنا نجي للتركيب وللستراكشرز اور تايبس اوف دينتين اللي يتالف من عده دينتين بصوره عامه. لاحظ هاي الصوره، هاي الصورة شوية على المؤشر، ركز على المؤشر. The triangle, this is triangle pointers, and this is the this triangles, and this is the arrow pointer. لاحظ إنه الدنتين هو عبارة عن tubules. يتكون من جزئين والtubules وما بين الtubules. أي بمعنى إنه الدنتين يتألف من two types of dentine، هو ال عادة الانترتوبيولار دينتين، هذا الانترتوبيولار دينتين اللي هو يتألف بصورة رئيسية من الهيدروكس ابيتات كريستالز امبيدد ان كولاجين ماتريكس، يمثل البرايمري او يمثل لك البرايمري ستراكشر كومبينيت اوف ذا دينتين ان جنرال. والنوع الثاني اللي هو البيريتوبيولار دينتين، هذا الدينتين اللي يكون اللي عادة يكون لي التيوبس اوف ذا دينتال توبيولز، يكون لي فورم ذا وول اوف ذا tubules. لاحظ بالبيكتشرز الثانية، طبعا الريشيو of this two types of dentine طبعا تختلف، يعتمد على depth of the dentine, depth in the dentine. قريب على dentine enamel junctions، لاحظ قريب على dentine enamel junctions. لاحظ انه النوعية نوع الدنتين الاكثر يمثل لك الانترتوبيولر دنتين، يمثل تقريبا 96% من الدنتين في هذا الدبث او في هذا الليفل. لاحظ انه التوبيولز قليله مقارنه بالانتر توبيولار دينتينز اللي مثل الماتريكس اراوند ذيس توبيولز. اما بالنسبه لي اذا نزل ديبث قريب على البالب وابتعادا عن منطقه الدينتين امال جكشنز، كل ما نبتعد اكثر كل ما الريشيو اوف ذا انتر توبيولار دينتينز راح تقل مقارنه بالبيريتوبيولار دينتينز راح تزداد. لاحظ هنا انه عدد الدينتال توبيولز راح يكون عاده اكثر من نسبه الانتر توبيولار دينتينز.
الآن ننتقل إلى موضوع الـ permeability of the dentin. عادة when we damage and lose of the tissue in the enamel or symptom occur. يعني إذا صار عندي فقدان بنسيج الإنامل أو الدينتين مثل هاي المنطقة مثل ما تشوفون هاي المنطقة منطقة تكون هي المنطقة exposed بالنسبة للدنتال تيبيولز منطقة مكشوفة بالنسبة للدنتال تيبيولز اللي هي منطقة تكون جدا حساسة منطقة قريب السمر تو انامل جكشنز. لاحظ القم طبعا هنا صار عندنا رسجن بالقم وبالتالي دامج اند لوست ان ذا سمنتوم تشو اند دامج ان ذا انامل تشو راح يكون عندي اكسبوز دنتين. هل حاله الاكسبوز دنتين ممكن يصير عندنا بسبب الكاريز ممكن يصير عندنا during the preparation او طبعا احنا بدنا نسوي فد كافيتي بريباريشن وشلنا فد تشو اكثر من اللازم وبالتالي راح يصير ايضا اكسبوز دنتين ايضا بسبب الايروجن اند الابريشن وايضا هنالك يعني فد سبب اخر للموضوع الاكسبوز دنتين ممكن هي فينومينا اوف مايكرو ليكج اذا كان عندي موضوع مثلا اولد ريستوريتيف ماتيريالز و ديفرنس ان ثيرمال اكسبانشنز بتوين ذا تو ستراكشرز اند ذا ريستوريتيف ماتيريالز راح يصير عندي فد جاب بسيطه وبالتالي سبب لنا مايكرو ليكج اوف اسيدك برودكتس مايكرو ليكج اوف بكتيريال برودكتس. هذا من الاسباب اللي ممكن تسبب لي سنسيتيفيتي ممكن تسبب لي انفلاميشنز وبالتالي انفكشنز ان ذا بالب تشو باعتبار ان الدينتين يمثل الكوندكت شانل بتوين ذا اورال انفايرمنتس اند ذا بالب تشو. طبعا العلاج الرئيسي لموضوع السنسيتيفيتي اوف ذا دنتين هو الجود اند افكتيف سيلينج اوف ذا دنتين اور دنتال بيبولز باستخدام اما اللاينرز او الفارنيش واذا كان عندنا ايضا الدنتين ادهيزف بوندينج ايجنتس ايضا ممكن اسوي لي سيلينج للدنتال بيبولز وبالتالي يقلل عندي البيرميبيليتي للاسيديك برودكتس وبالتالي يقل عندي السنسيتيفيتي. موضوع السنسيتيفيتي اوف ذا سوري موضوع السنسيتيفيتي اوف ذا دنتين طبعا اكو هنالك تو ثيوريز اللي توضح لي السنسيتيفيتي اوف ذا دنتين. طبعا الثيوري الاولى تنص على انه الدايركت سنسيتيفيتي اوف ذا دنتين كوز باي دايركت ثيرمال تشينج ستيمولاي اللي ينتقل من الاورال كافيتي وعن طريق الاورال كافيتي ومن ثم الريستوريت ماتيريالز ومن ثم ياثر على الدنتال تيبيولز اي بمعنى انه سنسيتيفيتي نتيجه للدايركت ثيرمال تشينجز ان اورال كافيتي اللي ينتقل عن طريق الريستوريت ماتيريالز. طبعا هذا الثيوري ممكن انه as a treatment for this theory هو انه استخدام اللاينر and the insulating materials as a liner or يعني كعوازل تعزل انتقال الحراري من الاورال كافيتي عن طريق الريستوراتيف ماتيريالز وبالتالي تقلل تاثيرها على الدنتال تيبيولز. بالنسبه للنظريه الثانيه اللي هي الهايدروداينامكس ثيوري. الهايدروداينامك ثيوري تنص على انه الدنتال تيبيولز مثل بالمؤشر ده شوفوها الدنتال تيبيولز تحتوي على فلويد حركه الفلويد ممكن هي اللي تسبب لي بين فاذا كانت الفلويد يتحرك بمعدل عالي راح يسبب لي دامج اور موفمنتس لهذا الاندز اوف ذا البروسيس اوف ذا اودونتوبلاست سيل هاي خليه الاودونتوبلاست سيلز هذا هو البروسيس مالتها فالموفمنت اوف ذا فلويدز راح يحرك لي البروسيسنج اند اوف ذا اودونتوبلاست سيلز وبالتالي هذا الحركه راح تنتقل على هيئه بين الى البالب تشو. طبعا هذا الثيوري ايضا بالنسبه للتريتمنت اوف ذس فور ذس ثيوري العلاج الرئيسي اللي هو الافكتيف اند افكتيف سيلينج عكس انه استخدام الانسوليتنج ماتيريالز اور لاينر از ا بروتكتيف لمنع الانتقال الحراري انه هذه النظريه تنص على انه احنا ممكن نسوي سيل لهذا التوبيولز وبالتالي نقطع الموضوع السنسيتيفيتي اساسا. وطبعا النظرية لقت قبول واسع بالفترة الأخيرة وأيضا نظرية الاستخدام السيلينج بدل الانسوليتنج ماتيريالز أيضا تم تطبيقها طبعا في الواقع الأوبراتيف دينتست. لا ننتقل إلى موضوع type of dentines according to the formations عندنا تقريبا ثلاث أنواع أساسية من الدينتين هي هي primary dentine, secondary dentine و tertiary dentine. primary dentine و secondary dentine ممكن نصنفهم على أساس أنه
هو الفيزيولوجيكال دينتين. البرايمري دينتين عاده يكون فورمد كويكلي اند يستمر الى انه لحد انه يكتمل عندي روت فورميشنز بواسطه الادونتوبلاست سيلز. اما بالنسبه للسكندري دينتين هو عاده يكون سلولي formed dentin that continue to construct the dimensions of the pulp or pulp chamber. هنا طبعا يكون as a result of a mild occlusal stimuli. طبعا الكوز مالته هو physiological بسبب انه بسبب الاوكلوجن اوكلوجن فورس راح يكون عندي راح الخلايا الادونتوبلاست راح تستمر ان تكون لي دينتين. هذا الدينتين يتركز في مناطق البالب هورن في منطقه الروف اند فلور اوف ذا بالب تشامبر وبالتالي مع الوقت راح يكون عندي البالب تشامبرز السايز اوف ذا بالب تشامبرز از فيري سمول. طبعا هذا الموضوع يجب انه هو شويه ننتبه له لان هو راح يحدد لي الديزاين اوف بريباريشنز وايضا يحدد لي ايضا البوزيشنز اوف ذا ريتنتيف مينز اللي انا ممكن استخدمها. بالنسبه اذا عندنا نوع هو السكلوروتيك دينتين هذا يتكون نتيجه الريزلت فروم ايجينج ويسمى فيزيولوجيكال سكلوروسيس وقد انه يتكون بسبب المايلد اريتيشنز ويسمى بالرياكتيف سكلوروسيس وسبب انه ايضا تشينجز ان ذا ستراكشرز ان ذا برايمري ستراكشرز اوف ذا دينتين اوف ذا برايمري دينتين يحول البرايمري دينتين يتحول التوبولار دينتينز الى اتوبولار دينتينز يكون فد كلاسيفايد ماتيريالز انسايد ذا توبولز. طبعا هاي الطبقه تتميز على انه هو تكون هارد تكون دينس تكون less sensitive and وتكون more protective to the pulp against the subsequent irritations bacterial irritations or any causes that may cause to the inflammations and infections of the pulp. النوع الثالث من الدينتين اللي هو التيرشير دينتين او الريباريتيف دينتين. هذا النوع من الدينتين طبعا يكون ريسبونس تو ستيمولاي. هذا الستيمولاي هو انتينس ستيمولاي قد يكون ستيمولاي بكتيريال مثل ما تشوف من الكاريز او قد يكون الهيت او التروما فروم ذا اور ديورينج ذا بريبريشن. في منطقه التاثير في منطقه الاصابه الدينتين الافكت الدينتين طبعا راح يكون يسبب لي هذا الستيمولاي راح يسبب لي دامج راح يسبب لي ديستروي للدونتوبلاست سيل. هذا الدونتوبلاست سيل راح يصير بدامج راح تكون غير قادره على انه تكون الدينتين وبالتالي فان افتر 3 ويكس بعد فتره 3 اسابيع الفايبروبلاست او الميزوكايمال سيلز الموجوده بالبالب تشو ممكن يصير بيها كونفرجنس ممكن يصير بيها تحول او ديفرنشيشن حتى انه تؤدي نفس العمل مال الاوريجينالز للدونتوبلاست وبالتالي يكون دينتين. هذا الدينتين يكون ايرجولار اورجانيز توبولز. على هذا القدر تنتهي محاضرة الدينتين and clinical significance. نلتقيكم بخير إن شاء الله.